بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يقول السائل: سماحة الشيخ، هل تصح الصلاة في الصفوف غير المتصلة في الحرم؟ الصحة تصح الصلاة إذا لم تكن وحدك، إذا لم تقم وحدك، قمت ومعك غيرك، الصلاة صحيحة. ولكن وصل الصفوف لا شك أنه واجب مهما أمكن. نعم، لكن الصلاة تصح ما دام معك أحد، تصح الصلاة.